بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. القناعات تشكل مرحلة مهمة في حياتنا، ولكن السؤال أن الإنسان هل يعمل من دون قناعته؟ العادة الكل منا في كل ما يتعلق بحياتنا المادية وغير المادية، في اختيار الثياب، في اختيار الأطعمة، في اختيار التخصص، في كل ما يتعلق بحياتنا الخاصة، نسير وفق القناعة التي نحن وصلنا إليها. السؤال المهم، من الذي كون هذه القناعة لواقعي؟ اليوم الكثير من الأيديولوجيات، كثير من الأفكار، المعتقدات التي نعتقد بها ورثناها من آبائنا ومن أمهاتنا، قد نتأثر بالصديق وقد تتأثر هي بالصديقة، ولكن السؤال، هذا التأثر ما هو مصدره؟ هل التأثر بالآخر هو عنوان للسعادة وللخير وللتوفيق؟ هل يؤدي بي إلى مرضات الله تبارك وتعالى؟ إذا نحن اليوم بحاجة إلى مراجعة حقيقية إلى قناعاتنا. اليوم الكثير من الموروثات بحاجة إلى نقد، بحاجة إلى مراجعة، بحاجة إلى دقة. الكثير منا اليوم يعتقد بأمور لا يعرف مصدر هذه الأمور التي يعتقد بها. إذن هذه نقطة مهمة جدا، أن الإنسان أن ينظر إلى هذه القناعات، هل هي في مرضات الله أم لا؟ هل توافق القرآن الكريم؟ هل هذه القناعات توافق سيرة النبي وأهل البيت عليهم السلام؟ هل توافق أقوال النبي وأهل البيت عليهم السلام؟ هل هذه القناعات هي وفق الأسس السليمة، أم أن الظروف، أم أن الأجواء، أو أن البيئة والمحيط الاجتماعي هو الذي فرض علي هذه القناعات؟ هذا أمر بيدنا نحن، أن الإنسان دائما يسعى لمراجعة هذه القناعات وعدم التشبث بها. التشبث والإصرار على أفكار لو كانت هي صحيحة، لو كانت هذه الأفكار مثلا توافق العلم، توافق القرآن، توافق المنطق، توافق العقل. الكثير اليوم من الأفكار التي نحن نعتقد بها ورثناها ولا نفكر هل هي صحيحة أم غير صحيحة. إذن القناعات اليوم هي مرحلة مهمة في سعادتنا. إذا أردنا أن نكون سعداء، علينا أن نراجع بين فترة وأخرى إلى القناعات التي هي فعلا تؤدي إلى سعادتي وإلى مستقبل أفضل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.